أصدر حي الجمرك قرار بإزالة 48 عقار تابع لحي الجمرك متهالك، وتم صدور أحكام قضائية بإزالتهم وتم عمل مناقصة، وفازت بالمناقصة شركة الشرف للمقاولات بإزالة 48 عقار في حي الجمرك. حي الجمرك من الأحياء التي تحتوي على عقارات قديمة متهالكة ودائما يحدث بها انهيارات، وهذا ما حدث بالفعل من يومين. يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024، تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من عقارين بشارع ابن بطوطة. وبالفعل انتقل مسؤول الحي وضباط مباحث قسم شرطة الجمرك إلى موقع البلاغ برفقة قوات الحماية المدنية للمعاينة عن البلاغ الذي تم تقديمه. وبعد ما تم المعاينة تم اكتشاف الآتي: أن العقار رقم 80 شارع ابن بطوطة مكون من طابق أرضي وطابقين علويين خالي من السكان تماما، وانهيار أجزاء منه دون حدوث أي إصابات، وتبين سقوط أجزاء من العقار المجاور عقار رقم 82 في شارع ابن بطوطة مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وهو بناية قديمة جدا، حوائط حاملة دون عواميد وأسقف خشبية، وساكن واحد فقط بالطابق الأرضي دون حدوث أي إصابات. وقال المهندس عمرو عبد المنعم رئيس حي الجمرك أن العقار الأول رقم 80 في شارع ابن بطوطة والمكون من طابق أرضي وطابقين علويين صدر له قرار هدم رقم 9 لسنة 2014، والعقار الثاني رقم 82 في شارع ابن بطوطة مكون من طابق أرضي وطابقين علويين صدر له قرار هدم رقم 26 لسنة 2013. ومن المتوقع أن يتم إزالة العقارين ضمن 48 عقار التابع لحي الجمرك بعد عيد الأضحى المبارك. عقارات كتيرة جدا انهارت في حي الجمرك ونتج عنها إصابات كثيرة جدا لكثير من الناس، منهم المقيمين في المنازل اللي تم انهيارها أو المارين بأسفل العقارات اللي تم انهيارها. وكان لازم وقفة من رئيس حي الجمرك مشكورا، تم إصدار قرار بإزالة 48 عقار متهالك، ومنهم تم صدور قرارات للهدم مسبقا ولكن مازال لم يتم الهدم، ولكن تم اتخاذ اللازم والإجراءات لإزالة العقارات بعد عيد الأضحى المبارك، واللي هيقوم بإزالة العقارات وهي شركة الشرف للمقاولات اللي رسي عليها المناقصة. لو حضراتكم من المهتمين بكل الأحداث اللي بتحصل في اسكندرية وكل جديد بيحصل، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. اسكندرية بتتطور وكل يوم بتحصل مشروعات جديدة وكمان في تطوير، منهم مشروع مترو اسكندرية اللي كلنا منتظرينه على أحر من الجمر لانتهائه، ومنهم كمان مشروع ترام اسكندرية واللي هتبدأ من أول يوليو، وكمان تطوير توسعة كورنيش اسكندرية واللي أوشك على انتهائه. طبعا انتهاء المرحلة الأولى من كورنيش اسكندرية آخر 6 الجاري، وهيكون عندنا كورنيش جديد وكمان شواطئ جديدة، وبالفعل تم فتح بعض الشواطئ منهم جاول المندرة ومنهم مو بيتش العصافرة، وفي كمان المندرة لزوي الهمم، وكمان مشروع مدينة أبو قير الجديدة ومشروع الطريق الدولي الساحلي، وأكثر من مشروع بيتم في اسكندرية للتطوير. لو كنتم من المهتمين بكل الأحداث اللي بتحصل ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. لحد كده خلص الفيديو، وهتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. شكرا ليكم ولكل كومنتاتكم اللي بتفرحني،
استنوني في فيديو جديد. باي باي.